وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من مارب الإعلامي عمار زعبل. مرحبا بك. مرحبا بك أخي العزيز. ما الذي يجري في جبهات مارب؟ منذ أيام حاولت الميليشيا الحوثية التقدم باتجاه مارب وشن عدة هجمات من عدة محاور، لكنها كسرت وفشلت سريعا وما زالت تخطر بنيران أبطال الجيش والمقاومة السعودية من قبائل مارب وغيرهم. في جبهة صرواح ما زالت تتسبب الخسائر الكبيرة سواء بشريا أو بالمعدات القتالية. حاولت الهجوم بأكبر قوة بشرية لها لكنها خسرت خسارة كبيرة. نعم، ما الذي حققته القوات الحكومية ورجال القبائل؟ القوات الحكومية وقوات الجيش الوطني سواء كان في جبهات غرب مارب أو جنوب مارب حولت الهجوم الحوثيين إلى هجوم عكسي خاطف، واستطاعت التقدم والسيطرة على مواقع الميليشيا الحوثية، أيضا باستهداف المدفعية مدفعية الجيش وغارات لمقاتلة التحالف. سببت الميليشيا الخسائر الكبيرة، وأيضا وقع عناصر منهم في قبضة الجيش لأنها تدفع بعناصرهم المغرر بهم إلى المعركة دون أي اعتبارات، باحثة عن النصر في على أسوار مارب، لكنها في الأخير تحطمت بحاسدها ومن غررت بهم ودفعت إلى هذه المعركة المهزومون بها سلفا. نعم، لماذا صعدت الميليشيا في مارب وما الهدف؟ الكل يتابع التصريحات الأخيرة والتفاوض الأممي وغيره، فاتخذت من ذلك فرصة أو كررت الفرصة مجددا بالاتجاه نحو مارب والجوف، أيضا بتصعيد عسكري مصاحب للقصف على المدنيين سواء بالطائرات المسيرة أو بالصواريخ وغيرها، في تكرار أو باستمرار جرائمها المستمرة على الشعب اليمني بشكل كامل. نعم، الإعلامي عمار زعبل، شكرا جزيلا لك.